السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا على خير. ان شاء الله بحول الله اليوم غندوز لكم هذا الباك ديال المبيخره، وكيجي باك كامل فيه مبيخره وفيه مريشه وفيه هذه مثلا ديال العود، وهذه تحت فيها صرغينه ولا البخور ولا اولا العكس. مهم، والصينيه كيجي باك كامل فيه 5 البياسات، كاين هذا الشكل هذا وكاين هذا الشكل هذا. هاو لكن الاختلاف غير في المباخرة الشكل ديالها. بالنسبة لهذا الباك نخليه دائما ب 230، وهذا 260. بالنسبة للصينية، بالنسبة للناس اللي كيسولوا واش يتبدل لهم اللون، هادو راه دير لهم الفيرني ما غاديش يتبدل لهم اللون، وكيبقاو بحال هكا صفرين. المهم عندنا هذا اللوفر حتى هو كاين من هنا حتى الاخر ان شاء الله ديال العيد ان شاء الله. كاين باك 260 وكاين باك الاخر 230.